كريم. بكل صراحة وكما تعلمون على الجميع أن يعني أنا بالنسبة لي أنا العربي الدوش راه أكثر من أخو أكثر من صديق ورفيق الدرب ويعني ورفيق الطفولة. فبهاد المناسبة هذه ما يمكن ليش بأن ما غادي يمكنش باش أنا ما نحضرش معاه في هاد الأمسية هذه اللي كان يعني تكريم ديال الفقيد ديالنا كاملين، يعني راه ابن ديالنا احنا كاملين، ماشي غير ابن ديال الدوش، راه ابن ديالنا وابن مدينة القنيطرة، لأنه عز على الكل وكان معروف على أنه يعني كان إنسان اجتماعي الله يرحمه ونجدوا عليه الرحمات في هاد النهار هذا. فمن طبيعة الحال ومن الطبيعي أننا نكون متواجدين مع الإنسان هو اللي تيكون مع أخوه في السراء والضراء، والإنسان اللي يعني دائما تشارك الأخ ديالك والصديق ديالك تشاركه في مسراته في أحزانه. فتنعود نجدوا مرة أخرى وتنقول لكم الشكر الموصول لكم جميعا والقناة الفجر اللي عطاتني الفرصه لهذه الاوسيه هذه باش نقول هذا، رغم انني نقول هذه السطور البسيطه اللي قلتها في حق ايمن دوش الفقيد، ونجدوا عليه الرحمات ونقولوا الله يرحمه في هذا النهار هذا ويرحم جميع المؤمنين واموات المسلمين جميعا، وشكرا لك. تحيه للجميع. في الاول تنبغي نقدم الشكر والتحيه والتقدير لكل من ساهم وفكر ونظم هذا العرس الرياضي وفاء لروح شهيدنا ايمن الدوش فليده الكبيدي. لكن غادي نقول هي اختلاط مجموعه ديال المشاعر ما بين الفرح والحزن، لان الفقد ماشي سهل، ولكن بهذه المبادره وهذا الدوري اللي تيدار للمره الثانيه تيحاول يلملم بعض الجروح وتيحاول يقول لنا واحد الرساله اللي هي قويه، وهي ان الاثر الطيب ما تيتنساش. كنا راحلون ولكن يبقى الاثر الطيب، فالتعامل والطيبه والتضحيه والخلق الحسن والمساعده وهي اللي تتبقى مور ما تنرحلوا. فهذه رسالة قوية كما قلت، أننا نحاول نتعاملوا مزيان ونخليوا أثر طيب من نرحلوا. ما غنقولش أيمن تنسى، ولكن أيمن باقي حي، هو نبض في قلبنا، وبحال هذه المبادرات تزيد تأكد لك أن بالفعل كاينين الناس اللي هما أوفياء وصادقين في مشاعرهم، وخا تنرحلوا تيبقاو يتذكرونا وتيبقاو أوفياء العلاقة ديالهم بينا. ماشي الموت اللي تيفجع أكثر، ولكن حيت الموت علينا حق كاملين، ولكن تيفجع الظلم والحقرة والقهر والملمو الجروح. وشكرا بزاف على هذه المبادرات اللي تيديروها مدرسة الكرة الأحياء الشعبية، فرقة الحرية، الكاك، الفرقة اللي جات من إسبانيا. موفور الشكر للجميع، لا نسيت شي حد، وشكرا بزاف، والشكر قليل في حقهم. وشكرا شكرا شكرا بزاف.